عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي جايين لكم بأحلى أكلة، أكلة شوربة الخضار. شوربة الخضار، بصوا فيها كوسة وجزر وبسلة وفاصوليا وبطاطس ومشكلة، وفيها طبعا ايه قطع اللحمة الشهية، قطع اللحمة اللذيذة. فاحنا عاملين يا حبايبي ايه؟ العزيزة اكل صحي، وما يبقاش مثلا ايه يعني ما يبقاش مكلف ياما للاسر على قد. مش هنقول لكم بقى بصوا احنا مش بنضحك هنقولوا 2 كيلو لحمه و5 كيلو لحمه، لا انتوا هتشوفوا بعينيكم اهو. بصوا حته اهي، هم حتتين لحمه، حته كبيره بقى. حته كبيره وحته صغيره اهو. وبرده نقولوا ايه، نعمه ورضا ربنا بيبارك. مش احنا بدأنا نعمل رجيم، عاملين ريجيم بس ما تقولوش لحد. وطبق الرز ده طبعا يعني انا ايه هاكل ربعه بس مش هاكله كله، فاهمني؟ وطبعا ايه اللي عايز يضيف ليمون، الليمون ده حبايبي بقى احلى حاجه على شوربه الخضار، بيطعمها ويخليها بقى ما اوصفلكوش. واو واو، بص يا حبايبي لازم الليمونه تمسكها كده تعصرها تخليها ما يبقاش فيها نقطه نقطة ما يبقاش فيها، وتقعد تعمل فيها كده اهو 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 كده اهو. تقول لها نزلي نزلي اللي عندك، نزلي يلا 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 يلا. مش هسيب امك انت لما تخلصي اللي فيه كله. ما يعرفوش المصريين ولا ايه؟ بصوا 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 اهو كده. احنا نقولوا ايه، الليمونة دي حلفناها وولدناها وخلينا ما تصلحش لاي حاجة تاني. احي في بذرة اهي وقعت مني اهي، انا شلتها يا حبايبي. عارفين البذره دي كانت ممكن تعمل فيها ايه؟ ولا اي حاجه اهي شلتها كده. انت جاهز؟ جاهز نقلب بس. وما شاء الله حبايبي بقى اكل صحي واكل ايه؟ بسنا نقلب. جاهز يا عبد الله؟ يلا بينا. خلي بالك يا عبد الله انا اصلا الاكله دي اكتر حاجه بحبها فيها البطاطس، هي اصلا اكله صحيه واللي بياكل منها ما بيتعبش، مثلا ما فيهاش مسبكات ما فيهاش يعني اكل كله مسلوق. واقول لكم على حاجه ما تقولهاش لحد، يعني اللي يعرف المعلومه دي ما يقولهاش لحد نهائي. الاكل ده بيتقدم في المستشفيات، مش للناس المريضه، للناس اللي هي داخله بتتعالج، فما بيدوهم اكل صحي فاهمين ومغذي. بس هو يتكلم هو يتكلم انا هاكل بقى عشان يعكس. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. واو جميلة حبايبي. كوسة دي كوسة ودي يا حبايبي بصوا بطاطس، بطاطس اهي، وده جزر. ودي فاصوليا. ودي لحمة. بص يا حبيبي أنا هعمل حاجة عشان أنا أصلا مشتاق للحمة من زمان، ومن زمان قوي الحرب غلى اللحمة وغلى كل حاجة. ونفسي في اللحمة. بص هعمل ايه في اللحمه، هاكلها كده اهو اهو. وفي في حاجه ما قلتلكمش عليها كمان، شوربه الخضار دي فيها حاجه لسه ما حكيناهاش ما قلناش عليها. تقدر تقول لي يا عبد الله ايه؟ ايه ايه اللي يعرف اسمها يكتب لي في الكومنتات اهي. انا مش فاكر اسمها صراحه يعني. اهي اللي يعرف ايه دي يكتب لي في الكومنتات. المهم انها بحاجه بتتاكل يعني. ولا حبايبي حته اللحمه اهي، بصوا
صعبة. أنا اللي هكسب. ما تعرفنيش في شوربة الخضار. بص أنا ببدأ المعلقة خضار ورز. ده حبايبي أرز مصري مش إنجلتراني. منين بقول ونضرب رز. دكتور الرجيم أقول لكم على حاجة حبايبي، أنا ذات نفسي أنا دكتور رجيم. أي حد عايز يخس اكتب لي في الكومنتات من غير فلوس وأنا هبعت لكم وصفة بس تمشوا عليها زي كده بالظبط وانتوا هتخسوا. معايا المعلم عبد الله عايز يسبقنا حبايبي. فعلا طبعا الدهنة انا ما باكلش دهنة عشان ايه الخساسان اهو. ايوه الرجيم. اه ما هو برضه انا مش هضحك عليكم واقول لكم ان انا رفيع. بصوا الدهنة حبايبي اهي كده بقى ايه نخش على اللحم. وبعدين انتوا مثلا اللي عايز يعمل رجيم عايز زود في اللحمه، لا زود في الرز صح، لكن تزود في اللحمه لا ممنوع. ليه؟ عشان تخس. لا عشان هتضر جيبك. يبقى ما تخففش وزنك. ممكن تخفف وزنك وتخفف جيبك. لا الاكل حبايبي بتاكله بتلاقي نفسك انت ايه خفيف ورشيق متمتع مثلا الحمد لله باللياقة مش تعبان. اكل بيخلي واحد يبقى ايه مرتاح. اهم حاجة جيبك ما يخفش. بص يا حبايبي الشوربة ايه مع ان برضو الرز ده غالي يعني مش هنقول غلى بس مش غالي. مهما الرز يغلى هيجي جنب اللحمة. انا ببعت رسالة لأستاذ عمرو أديب، انت لو بتطلع في برنامجك بتجيب بقى الطباخين بقى يقول لك طباخ من فرنسا وطباخ من سويسرا وتعمل لنا شوربه فرنساوي ومش عارف. لا احنا بنعمل شوربه مصري، احنا بناكل اكل مصري، احنا عايشين من خير البلد دي، احنا ناس بنحب البلد دي. ولو في عندنا شوربه فرنساوي انا ما اكلهاش، انا هاكل الشوربه المصري. مكسبك تعمل معايا تحديات تاني عشان ملك التحديات. ماشي. وزي ما انت بتطلع على برنامجك تعمل شوربه فرنساوي وتجيب لنا بقى طباخين بقى ومش عارف ايه، احنا اهو بنعمل شوربه مصري وطالع على برنامجي. ما هو ده برنامج ده حبايبي. عايز حبايبي يشوفوني كل يوم. ماشي كل يوم كده تبقى قاعد مثلا لو ايه متضايق افتح قناتي هفرفشك هخليك تضحك. اهو اهو انت بدأت تضحك اهو بدأت تضحك اهو. يا سلام بقى لو تعمل نفس الاكله بقى وتقعد تتفرج عليا تحط قدامك شوربة الخضار. نعملها دلوقتي مع بعض كده. وتسابقني بس انا هسابقك.
اي حد يا حبايبي بيتفرج علينا ما ينساش ايه اللايك. مش قادر. ايه بجد مش قادر. خلص انت عبد الله بسرعه عشان عقاب. مفيش عقاب. في عقاب. الخسران هياكل قشر الليمون اللي هو عصره. يا لهوي. يلا عبد الله خلص الشوربه بسرعه. عبد الله ده شوربه الخضار. ايوه خلص الشوربه بسرعه. بص يا حبايبي سيب عمال يتكلم تخطيط. ها عبد الله اللي كسب. انا كسب. لسه الرز. لا الرز بلا التحدي. انت قلتوا عاملين رجيم. لا خلاص. لا خلاص بقى لسه الرز. كل انت عصرت ليمونه نص ليمونه. انا لسه باكل. لا ما انا خلصت لسه. هو ما انسحبش عبد الله. يعني ناكل الرز. عايز تاكل كل بس. انا حبايبي مكمل. انا راجل بحب التحديات. النهارده حبايبي عامل رجيم. كل لما انت عطر اوعى ايدك ما تغلص عليا. ايه ده؟ هضرب عينك. ايه ده؟ شيل ايدك حط ايدك جنبك. عيب كده. انا حبيبي انا باكل. عايز مني ايه؟ اعمل اخلص اكل وانا كده. مش قادر يا حبايبي. اعمل اكل. مع ان اكل النهارده اكل خفيف. يعني انا اكل عندي ساعه اقعد اكل كده واكمل اخلص الطبق ده واخش على الطبق ده. مزاجي. مزاجي حريتي. الدستور كفل لي حرية الرأي. دخل ايدك جنبك. ايوه طبعا. يعني اتكلم بايدك. اتكلم ببقك مش بايدك. انا وجلت وجسدت. ما تاكل بقى. ما هو انا باكل اهو. انت عايز مني ايه؟ كل ليمونة. لا 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 انا باكل يا حبيبي. مش قادر. يلا بس يلا. انا خلاص الرز اكتر منك اصلا. تعال ده عشان بتاع اهو خضار مش على الرز. وانا خلصتها والله يا جماعه. والله يا جماعه خلصتها. طب دلوقتي نعمل ايه؟ لا مش هعمل معاك تحديات تاني. ست فلاح ليه؟ مش هعمل معاك تحديات تاني. ما تعملش براحتك. اهو انا راجل جعان. جعان اهو اكل ولسه جعان وعايز اكمل اكل. انت عايز مني ايه؟ ان هو بياكل شوربة الخضار تقوم مبلوعة معاك. يلا خدها مع شوربة الخضار بقى. يا اخي الشغل بتاعك ده شغل. تبعد عن الليمونة ليه؟ شغل استفزازي. تبعد عن الليمونة ليه؟ فاهم. انا ممكن دلوقتي امسكه اسقف لك. ها
ممكن ازقف لك لسه بالشوربه. طب كل الليمونه طيب معاها اهو باكل اهو. بس ما تاكلش الليمونه. اوه بقى كل الليمونه واستسلم. بصوا يا حبايبي انا هثبت له مين اللي هيكسب. ما احنا خلاص اصلا كسبنا. الاكل ممتع يا حبايبي ممتع. وانا اصلا في الرجيم ما بحبش ادوس. الرجيم بتاعي تلاقيه ده اكل اكل عصفوره. اكلتي اكل عصفوره. دي أكلة نملة يا بابا مش عصفورة. كله وتغذى. مهرجين مهرجين بلانيلا. وعايز أنصح أي حد بيتفرج علينا. أنت هتطلع طبق الرز؟ أه. أي حد بيتفرج علينا يا حبايبي. لا هتبقى أنت الخسران وتاكل أنت الليمون. لا ماليش دعوة إحنا قلنا الرز لأ. أي حد بيتفرج علينا؟ سيبك من حاجة اسمها رجيم. انا بنصح اي حد ما يعملش رجيم. الرفيع هيموت والتخين هيموت. لازمته ايه الرجيم؟ دوس على الرجيم. دوس على الرجيم برجليك. يعني ايه يبقى قدامك شوكولاتات ومحشي وحاجات وفراخ وحاجات حلوه؟ يعني ايه ما تاكلهاش وتقول اروح اكل شوربه خضار؟ اه حلوه شوربه الخضار. هي حلوه اه بيني وبينكم حلوه شوربه الخضار والله حلوه. بس دي لو جنب فراخ صينية فراخ صينية كده فيها بطاية صينية فيها خمس ست حمامات معقولة هتبص يعني شوربة الخضار؟ نصيحة مني لا سيبك الرجيم. الرجيم ده مش بتاعنا احنا. الرجيم ده بتاع الناس ايه التوتو. احنا حبايبي نخش على طبق الرز. لا مش هفلش. هنقول ايه؟ لا تاكل الليمونة. انا خلصت اهو الطبق خلصته. انا هنا التحدي خلصت. المطلوب من عبد الله خلصت الطبق بتاعي. يلا اعمل انت التحدي اعمل انت العكوب. خليني كمان خلصت. طب انا حبيبي شايف شفتوا مين اللي كسب؟ عبد الله. مين اللي كسب؟ اكتبوا لنا في الكومنتات. والعقاب هننفذوه المرة الجاية بناء على كلامكم انتوا. الخسران هينفذ العقاب في اول الفيديو اللي جاي. لو لقيت فيه تعليقات جاتلي كتبوا اللي انا اللي خسران هنفذ العقاب. كتبوا عبد الله خسران هخليه ينفذ العقاب قدامه. اعدله. وبكده حبيبي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. باي باي.